لكن يأتيك في آخر الزمان من يريد أن يفهم في كل شيء، وبعد ذلك يحدثونك عن التخصص، ويحدثونك عن المنهج، ويحدثونك عن العلم وعن احترام أهل الخبرة. يحتاج الأمر فعلا إلى أن نحترم أهل الاختصاص. غريب أن يأتيك من يدعي ومن يقول إنه ينكر الإسراء والمعراج، ويقول لك ليس لدينا علماء، أي هو العالم الوحيد في هذه الأمة، وليس هنالك عالم، والذي يجب أن يرتقي المنبر وأن يصلي بالناس فقط هو من له. والشخص لا يميز بين العالم. ما معنى العالم؟ ما معنى كلمة عالم؟ هل تعرف معنى كلمة عالم؟ كيف تربطها بالسيونس أو بالعلم المادي فقط؟ ارجع إلى ارجع إلى ويكيبيديا فقط، ارجع إلى الموسوعات، ارجع إلى المعاجم. ما معنى كلمة عالم؟ من الذي أعطاك الحق أن تحصر كلمة عالم في اتجاه معين؟ العالم هو كل من ضبط فناً من الفنون في مجال المعرفة العامة. هناك عالم في البيولوجيا، هناك عالم في الطب، هنالك عالم في الهندسة، هناك عالم في الفلاحة، هناك عالم في الأنثروبولوجيا، هناك عالم في الفكر، هناك عالم إلا الدين. فلا يجب أن لا يجوز أن تسميه عالما. لما تريد أن تنزع مفهوم العالم عن عالم الدين؟ من تخصص في ميدانه وبرز. والغريب أنك تريد أن تتحدى بالجهل، تتحدى بالجهل. يريد أن يتحدى أحدهم فيقول له أنت لا تعرف كيف تعرب كلمة كذا وكذا. كيف تعرب؟ لا تميز بين الفعل الثلاثي والرباعي. العرب تقول أعرب يعرب، ولا تقول عرب، فأعرب يعرب. كيف تعرب؟ صحح سؤالك أولا. إذا لم تكن تعرف المنطق، ولا تعرف اللغة وعلومها، ولا تعرف الشريعة، ولا علوم القرآن ولا الحديث، بل وتستهزئ بهذه العلوم والمعارف، فعلى الأقل ابتعد عنها، ابتعد عنها. ثم يقول لك أنا أدركت ما لم يدركه العلماء عبر 12 قرنا. غريب هذا الغرور الذي يصله الإنسان. أنا أدركت ما لم يصله المفسرون جميعا عبر 12 قرنا. كيف يكون ذلك؟ كأن فقيها يأتي ليقول للأطباء مثلا إن الأطباء عبر التاريخ مخطئون لأنهم قالوا كذا وكذا، وهم عبر التاريخ مخطئون، تماما كما يفعل بعض العشابين في الأسواق العامة الأسبوعية، بحيث يحدث الناس بالجهل ويتحدث لهم عن عشبته التي يبيع، وأن البحوث العلمية والطب وكل ما تحدث فيه العلماء لا قيمة له، من أجل أن تشتري عليه عشبة بدرهم أو درهمين فقط. ما هذا المستوى الذي نزل له الناس؟ إسلامنا وشريعتنا وعلماؤنا يدعون إلى احترام الاختصاص، يدعون إلى احترام العلم في كل مجال، في كل مجال. وقد قالوا من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. لو كان الفقيه عالما وعنده 20 دكتوراه في الشريعة لا يجوز له أن يتحدث في الطب، ولا أن يتحدث في الهندسة، ولا في الفلاحة، ولا في أي مجال، لأن هذه المجالات لها أصحابها. لكن أن نتحدث في كل شيء فهذه الفوضى. وقد وقع هذا في تاريخنا. تعرفون ابن سينا والفارابي وغيرهما. ابن سينا والفارابي طبيبان عالمان كبيران، حجتان في مجالهما، لكنهما للأسف عندما تحدثا في بعض القضايا الشرعية ولم يكونا مؤهلين للحديث فيها لم يسكت لهم العلماء. هذه طبيعة العلماء عبر تاريخنا، هذا منذ القرن الرابع الهجري، منذ 10 قرون كان العلماء يريدون وضع الحدود للعلوم، بحيث نحترم ابن سينا الطبيب الفيلسوف، لكن عندما يتحدث في شأن الديانة والشريعة فإنه يسيء، لأنه ليس من أهل هذا الاختصاص بكل بساطة. فاستفادت الأمة وما زالت من كتب ابن سينا في الطب، ومن كتب الفارابي في الطب وفي الفلسفة وفي أشياء كثيرة، ولكن
عندما يتحدث الإنسان في غير اختصاصه كما قال علماؤنا فإنه يأتي بالعجب العجاب. فرحلة الإسراء والمعراج إذن رحلة ثابتة أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت اختبارا للناس، فزادت الذين آمنوا إيمانا وزادت الذين كفروا كفرا، وهذا شأن كل المعجزات. وقد أرى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراه في هذه الرحلة مما يذكره علماء السيرة، أراه كيف يعذب ناس وكيف يكرم ناس وما إلى ذلك. أقول قولي هذا أيها الإخوة وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، القصد من كل هذا هو توجيه شبابنا خصوصًا، أنتم طلاب الجامعة، يجب أن نحترم العلم وأن نحترم الاختصاص. ما عاد اليوم ممكناً أن نكرر أمثال النماذج التي سبقت وكان الرجل فيها فقيهاً طبيباً فيلسوفاً كابن رشد مثلاً، ما عاد ممكناً، بل ما عاد ممكناً في زماننا أن تجد طبيباً يعلم كل شيء في الطب. فالطب الآن يعرف التخصص، وفي داخل التخصص تجد التخصص. في أطباء العيون هناك من يتخصص في القرنية، وهناك من يتخصص في العدسة، وهنالك من يتخصص في عروق العين وأشياء. هذا هو العلم. من يريد أن يحترم العلم يجب أن يحترم الاختصاصات. أما أن نزعم بأننا نحتاج إلى العالم الذي يجمع كل هذه الأشياء فهذا في المخيلة فقط، هذا كذب على الناس ولا يمكن أن يكون. يا ليت العالم بالشريعة يعلم الشريعة كلها، وأنى له ذلك. نحن في الشريعة، لعل الناس لا يعرفون هذا. في علوم الشريعة عندنا يحترم أهل كل تخصص التخصص الآخر. قد تشكل على أستاذ العلوم الشرعية الذي لديه دكتوراه في الفقه والحديث والأصول في العلوم الشرعية، تشكل عليه مسألة لغوية فيقصد المتخصص في النحو أو الصرف أو البلاغة أو العروض أو ما. اللغة فقط فيها 13 علما، أي تحتاج 13 تخصصا. هذا هو الإسلام، هذا هو المنهج إذا كنت تريد أن تتحدث عن المنهج العلمي. وقد تشكل على الفقيه مسألة في علوم الحديث فيسأل عنها المحدث، وقد تشكل على المحدث مسألة في الفقه فيسأل عنها الفقيه. ابن عبد البر النمري القرطبي فقيه مغربي معروف قديم رحمة الله عليه، ألف كتابا سماه الانتقاء في معرفة الأئمة الثلاثة الفقهاء، وتحدث عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولم يتحدث عن الإمام أحمد ابن حنبل. لماذا؟ لأنه كان يرى أن الإمام أحمد رحمه الله غلب عليه العلم بالحديث أكثر من علمه بالفقه، فهو محدث أكثر من كونه فقيها. أما أبو حنيفة ومالك والشافعي فكان الفقه أغلب عندهما، وإن كانوا أيضا محدثين، إلا أن هذه هي الأمة التي تحترم المنهج، هذه الأمة التي تحترم التخصص. أما الأمة التي تجد فيها العشاب يتحدث في الدين، والفقيه يتحدث في الأعشاب، والمتخصص في المجال الشرعي يزعم أنه يعالج الأمراض بالرقية أو بما إليها وما إلى جوارها، أو الطبيب الذي يتحدث لك في شؤون الدين، هذه أمة لا تحترم العلم ولا تحترم الاختصاص. قرآننا يعلمنا فاسأل به خبيرا. الخبير هو العالم، أي المتخصص في الميدان. قرآننا يعلمنا ولا ينبئك مثل خبير. قرآننا يعلمنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا مضت أمتنا عبر التاريخ، فيجب أن تبقى أمتنا على هذا النهج، تحترم الاختصاص وتحترم المعرفة
ويسأل كل من يجهل ميدانا العالم فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة إجابة أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أحيي فينا كتابك وأحيي فينا سنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك اللهم للبيت المقدس والمسجد الأقصى أن تعين المسلمين وتجمع كلمتهم وتوحد صفوفهم إلى حين توحيده يا رب العالمين ورده إلى حوزة الإسلام والمسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى وكل فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في الزلزال في تركيا وفي سوريا، اللهم نسألك لموتاهم وشهدائهم أن ترحمهم. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم كل فقرائهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واحفظنا واحفظ المسلمين والعالم أجمع من الزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق طلابنا في دروسهم وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما تعلمهم واجعلهم علماء عاملين في اختصاصهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادسة لما تحبه وترضاه. أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم البطانة الصالحة التي تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.